يا جماعه، وجبت اللقطات بتاعه التيشيرت اللي هو كان ماسكه مكتوب عليه 72 شهداء النادي الاهلي، وفي مباراه النادي المصري قلت ان دي بتزود شويه التعصب وبترجع تاني للقصه بتاعه بورسعيد ومباراه الاهلي والمصري، هتزود التعصب وتعمل لنا مشكله. وكان يوم المباراه ما كنتش اعرف اي حاجه، انا طلعت بعد الماتش قلت يا جماعه يا محمود لاعب المنيا بلاش يا محمود القصه دي، ان احنا ما صدقنا خلصنا من موضوع بورسعيد وننسى الذكرى الاليمه والكلام ده. فحصل توقيع غرامه ماليه على محمود رمضان قيمتها 10,000 جنيه لاعب المنيا، وللتحريض مكتوب يعني للتحريض على الكراهيه والعنف بند 6 فقره 25 من شروط المسابقه. طيب انا معايا محمود رمضان على التليفون. محمود ازيك يا كريم؟ ازيك يا محمود؟ قلت لك انا محمود ساعتها، قلت لك هتعمل مشكله القصه دي. والله عايز اقول لك على حاجه، 10,000 جنيه عشان خاطر رفعت التيشيرت زي ما قلت لحضرتك برضه لما عملت مع حضرتك مداخله. قلت لك دومينيك عملها وما حصلش حاجه. قلت لك برضه ان لعيبه وادي دجله كتبتها على التيشيرت كلهم السنه اللي فاتت برضه ما عملش حاجه. والحاج عامر حسين انا كلمته شخصيا. تمام؟ وفهمته وقلت له الغرامه، فبيقول لي محمود وبتاع. قلت له اولا انا مش ندمان على اللي انا عملته، لان انا ما عملتش حاجه غلط. هي المشكله ان هي عشان في نادي المصري، وانا قلت برضه النادي المصري جزء من بريء. يعني سعيد ده جزء من مصر، وعمرنا ان احنا لقيت الكلام كبير جدا كراهيه وعنف وكلام كبير جدا. ايوه ما هي في مباراه المصر يا محمود، انا قلت لك يعني انا ما كنتش اعرف اي حاجه ولا عارف ان هيبقى في عقوبات ولا، قلت لك ساعتها ايه في مباراه النادي المصري، فدي هتعمل يعني تعصب وهتزود الامور. قلت لحضرتك يا كابتن كريم انا برضو يعني الناس بتقول قبل انت فكرتهم، هي الناس اصلا ما نسيتش عشان ان انا افكرهم، الموضوع الناس ذكر بتاعتهم بس. هو الناس خدت الفكره لاتجاه ثاني خالص، ان محمود رمضان كراهيه وعنف لمين؟ يعني الكراهيه والعنف لمين؟ يعني انا عايز اعرف لمين؟ يعني يعني انت البند ده لو انت حضرتك قريته لمين؟ يعني كراهيه وعنف لمين؟ جمهور الاهلي والمصري؟ انا مش فاهم الموضوع، ان هي كانت الذكرى كابتن كريم بتاعتهم وانا رفعت التيشيرت. انا ما شايف ان انا ما اذنبتش، ما عملتش جريمه. يعني انا بص، انا احنا مع ذكرى الشهداء ومع طبعا اللي احنا مش هننساهم ابدا، ولكن في مباراه النادي المصري انا شايف ان انت حتى يعني بتحرج لعيبه النادي المصري والجهاز الفني، وهم ما لهمش ذنب في اللي حصل في بورسعيد، اللعيبه والجهاز الفني. ودي القصه دي في ماتش المصري تسخن جمهور الاهلي تاني يا محمود، انا قلت لك كده ساعتها، انت عارف رايي يا كابتن كريم. انا في النادي الاهلي، انا قعدت 8 سنين في النادي الاهلي. بس انت بتلعب في المنيا دلوقتي يا محمود، مالهاش علاقه. جميل. الموضوع برضه الناس خدته بعلاقه ثانيه، يعني ما هي لازم الناس تاخده كده يا محمود، لازم الناس هتاخده بالطريقه دي، انت عايز الناس تفكر بطريقتك انت، الناس بتفكر بطريقتها الطبيعيه. تمام. انت ليك قصد جوه نفسك، انت جواك، لكن الناس هتاخدها بالطريقه الطبيعيه اللي هي دي في ماتش المصري، ودي هتسخن الامور وترجع تاني المأساة وتفكر الناس واهلي. يعني برضه الموضوع مش سهل يا محمود، معلش يعني انت عارف انا صريح وبتكلم معاك في الحق. يعني كريم ان انا بعزك، انا معزه شخصيه يعني. الله يخليك يا محمود، وانت لعيب مميز وشخص محترم، ومحدش هينسى ابدا ولاد النادي الاهلي، وهم اخواتنا ويعني اهلنا وكل حاجه، بس عايزين يا محمود يعني ايه، ومش هننساهم في اي موقف واي ذكرى، بس عايزين يعني انت المفروض كلاعب كوره دورك تهدي الامور وترجع الامور لطبيعتها، زي ما انت قلت من شويه ان بورسعيد ده جزء من مصر والنادي المصري جزء من مصر. لا اضايق حد او ان انا مثلا اجي على حد، بس هي زي ما قلت لحضرتك، هي المشكله ان هي فاضل مصر بس، هي دي المشكله بالظبط. هو غرامه 10,000 جنيه وايقاف مباراه، ولا غرامه 10,000 جنيه بس؟ غرامه 10,000 جنيه من اللاعب. مفيش مشكله يا محمود، بالتوفيق ان شاء الله. الماتش الجاي عندكم مين؟ الماتش الجاي عند الاسماعيلي ان شاء الله، احنا ضايعين مكان الاسماعيلي يوم 19 صح؟ يوم 19 قبل ماتش السوبر بيوم ان شاء الله. والجول اللي انت جبته جول حلو يا محمود، والله التاني جول ليا الحمد لله السنه دي، بس جول غالي شويه ب 10,000 جنيه، اول مره اشوف واحد بيجيب جول يتخصم منه 10,000 جنيه. دي المكافاه. معلش يا محمود، يعني بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا محمود. الله يخليك. ده بالنسبه لمباراه المنيا والمصري، هي كانت العقوبه بس على محمود رمضان لاعب